بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، يا رب يا جماعة تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنستكمل مع بعض حديثنا عن الحاجات اللي إحنا كنا بنكملها في الجزء الخاص بالخلايا الجلفانية. طبعا إحنا كنا خلصنا مع بعض يا جماعة أنواع الخلايا الجلفانية كلها، سواء الأولية أو الثانوية، وشرحنا بالتفصيل الأربع أنواع من الخلايا اللي عندك. أرجو إنك تكون ذاكرتهم وعملت بينهم المقارنة، زي ما إحنا أكدنا عليك إنك لازم تبقى فاهم كويس المقارنة بين الأربع خلايا من حيث الست مكونات، أنود وكاسود وإلكترولايت وتفاعل كلي ورمز اصطلاحي وقوة دافعة كهربية، مع مذاكرة أسئلة تعلل على الخلايا عشان تبقى أنت متأكد إنك لميت جزء الخلايا ده كويس. النهاردة إن شاء الله يا جماعة بنشرح تكملة للكلام ده في حاجة اسمها تآكل المعادن. تآكل المعادن أو ببساطة صدأ المعادن. طب هنبدأ الأول إن شاء الله يا جماعة بالجزئية النظري. بيقول لك إيه في البداية؟ بيقول لك يعتبر تآكل المعادن أو صدأ المعادن من العمليات التي تسبب خسائر اقتصادية فادحة. بمعنى يا جماعة إن الموضوع ده أو المشكلة دي ده موضوع بيسبب خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، ربع إنتاج العالم من الحديد، ربع إنتاج العالم مش ربع إنتاج مصر، ربع إنتاج العالم من الحديد يتآكل سنويا بفعل العوامل، يتآكل. ولذلك العلماء يا جماعة عشان يقللوا من الخسائر دي حاولوا يعملوا ايه؟ عايزين يشرحوا ايه هو التآكل؟ يعني ايه تآكل اصلا؟ ازاي بيحصل؟ ليه بيحصل؟ وازاي تحمي المعادن واهمها الحديد من التآكل؟ يبقى احنا في الدرس ده بنشرح لك ايه هو التآكل؟ ايه هي اسباب وميكانيكية حدوثه؟ واخيرا بنشرح لك ازاي تحمي الفلزات واهمها الحديد من التآكل. ولذلك تعالى نبدأ مع بعض اول حاجة بتعريف عملية التآكل زي ما احنا قلنا. يبقى احنا اول حاجة عايزين نعرفك ايه هو التآكل او الصدأ. يبقى الصدأ زي ما احنا بنقول، هنبدأ بتعريف الصدأ او زي ما بيسموه قلنا التآكل اهو الصدأ. ما المقصود بان معدن يصدأ؟ بيقولك الصدأ هو عملية تآكل المعادن او الفلزات بالاخص طبعا بفعل الوسط المحيط. يبقى جماعة تآكل المعدن بفعل العوامل الموجودة في الوسط المحيط ده بيسموه صدأ. او استنى كمان، تقدر تقول تعريف تاني سهل جدا وبسيط برضو لعملية الصدأ، تقدر تقول ايه هو الصدأ؟ يقدر تقول كمان هي ان الصدأ هو عملية او هي عملية اكسدة واختزال غير مرغوب فيها. شوف السهولة. يبقى استنوا يا جماعة، الصدأ أو التآكل ده ليه تعريفين بكل بساطة. تقدر تقول إن هو تآكل للمعدن بفعل عوامل موجودة في الوسط المحيط، أو تقدر زي ما هتشوف معايا تقول إن هو عملية أكسدة واختزال غير مرغوب فيها. طب بعد ما عرفنا يعني إيه صدأ، يعني إيه تآكل، تعالى نتكلم عن حاجة اسمها ميكانيكية التآكل. طب التآكل بيحصل إزاي يا جماعة في أي فلز؟ طب اسمع كده الحته الجايه دي وهشرحها لك كلمه كلمه، وناخد بالنا يا جماعه من القواعد اللي بنحطها في الاول، لانك لو فهمت القواعد دي هي دي اللي مكمله ان شاء الله في بقيه الدرس، وده درس سهل جدا ان شاء الله. طب ميكانيكيه التآكل، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الاول من المعروف ان اي فلز نقي، لو انت عندك يا جماعه او لو انتوا عندكم فلز نقي يكون صعب التآكل. لو عندنا جماعة الفلز اللي انت بتتعامل معاه فلز نقي يعني ما فيهوش شوائب، ده يا جماعة بيكون صعب جدا ان هو يحصل له صدأ او تآكل، وهتفهم ليه. طب معلش، يبقى هو لو هو نقي مش هيتاكل غالبا، طب مين اللي بيتآكل لو الفلز فيه شوائب؟ بص بقى اللي جاية دي عشان دي اهم حتة. اما اذا كان الفلز غير نقي أي يحتوي على شوائب، يعني الفلز يا جماعة فيه شوائب impurities زي ما احنا بنسميها، فإن ذلك أهو فإن ذلك يؤدي إلى تآكله. يبقى احنا عايزين نرسي قاعدة كده من البداية إن الفلزات النقية صعب جدا إن يحصل لها تآكل، بينما الفلزات اللي فيها شوائب هي اللي بيحصل لها تآكل. ليه بقى؟ إحنا بقى عايزين نشرح ليه الفلزات يا جماعة اللي فيها شوائب بيحصل لها تآكل، لأن القاعدة دي هي اللي مكملة في التآكل كله. علل لما يأتي. إذا كان الفلز يحتوي على شوائب فإن ذلك يؤدي إلى حدوث تآكل سريع للفلز. اسمع بقى القاعدة اللي إن شاء الله زي ما قلت لك أنت هتكمل عليها بقية الدرس كله.
بص بيقول لك ايه؟ لانه اهي القاعده بكل تفصيل، لانه اذا تلامس، خد القاعده اهي، قاعده التاكل او ميكانيكيه التاكل في اي حد، اذا تلامس عنصران فلزيان مختلفان في النشاط في وجود الكترولايت. اسمعوا يا جماعه القاعده سهله قوي، اسمع انا بقول دلوقتي شرطين، اهم حاجه تذاكر الشرطين دول. واحد، اول شرط في عمليه التاكل ان يتلامس عنصران فلزيان مختلفان في النشاط، لازم يكونوا مختلفين في النشاط، لو متقاربين او متماثلين في النشاط مش هيحصل حاجه، لازم يكونوا مختلفين في النشاط. اسمع بقى الجايه دي، في وجود الكترولايت. طب انا هنا هنبه على حاجه، اذا تلامس عنصران فلزيان ومفيش الكترولايت بيوصل بينهم مش هيحصل تاكل، لانك لو مذاكر الخلايا الجلفانيه، بص كانك بتشرح خليه جلفانيه، تخيل زي خليه دانيال، انت معاك صخم الخرسيم موضوع في محلول ايوناته وصخم النحاس في محلول ايوناته، ومفيش قنطره ملحيه يعني مفيش الكترولايت، هل هيحصل اكسده واختزال؟ لا مش هيحصل حاجه، لان الدايره كده مفتوحه، لازم يكون في الكترولايت. يبقى شرط بدايه التاكل حاجتين مش حاجه واحده، واحد تلامس عنصران فلزيان مختلفان في النشاط، في وجود، اوعى تنسى دي بنبه عليها كم مره، لان في غياب، لو قال لك في غياب الكترولايت قول له لا يحدث تاكل، في وجود الكترولايت ايه اللي يحصل بقى؟ فانه، بص الجاي دي بقى، يتكون بينهما او ينشا بينهما. ايه اللي هينشا بينهما يا جماعه؟ خليه جلفانيه موضعيه، وهشرح كلمه كلمه يعني ايه مستر خليه جلفانيه موضعيه. ليه بيسموها كده؟ اولا خليه جلفانيه لان زي ما تشوف هيحصل فيها اكسده واختزال تلقائي، موضعيه حيث تنشا عند موضع التلامس، مطرح ما هما بيلمسوا بعض بتنشا الخليه دي، تنشا خليه جلفانيه موضعيه. اللي مذاكر بقى اللي فات، بص، يكون فيها الفلز الأكثر نشاطا، انتبه هو الأنود، احنا متعودين دايما الفلز السابق في السلسلة او الأكثر نشاطا هو الأنود، والأقل نشاطا بيعمل كايه؟ كسد. برافو عليك. فيتآكل مين بقى؟ رد يا محترم يا اللي مذاكر. قال لي بس يا مستر مش محتاج تقول، فيتآكل اكيد الاكثر نشاطا. يبقى اسمعوا بقى يا جماعه قاعده التآكل، لان القاعده دي هيتسال عليها اسئله كتير. يبقى تاني قاعده التآكل او ميكانيكيه التآكل في اي حد، اذا تلامس عنصران فلزيان مختلفان في النشاط في وجود الكترولايت، لازم شرطين مش شرط واحد، مختلفان في النشاط في وجود الكترولايت، فانه ينشا بينهما خليه جلفانيه موضعيه عند موضع التلامس، يكون فيها الفلز الاكثر نشاطا انود، والاقل نشاطا هو الكاسود، فيتاكل الفلز الاكثر نشاطا. وهي دي القاعده يا جماعه. سؤال، هو في خليه دانيال كان مين بيتاكل، الانود ولا الكاسود؟ الانود، دايما يتاكل ماده الانود، ولذلك حتى قلنا في الخليه ويظل التفاعل مستمرا حتى تستهلك ماده الانود، لازم تخلص ماده الانود لان كلها بيحصل لها اكسده. ويبقى دايما في اي عمليه تاكل مين هيتاكل؟ الانود اللي هو الفلز الاكثر نشاطا. ولذلك لو جاب لك بقى امثله فقال لك ايه؟ لذا اذا تلامست قطعه من الحديد، يلا جماعه، مع قطعه من المغنيسيوم، اللي مذاكر المتسلسله، المغنيسيوم ده اكثر نشاطا، مين اللي هيتاكل؟ طبعا في وجود الكترولايت، طبعا في الحاله دي هيتاكل الام جي، لان الام جي هو الاكثر نشاطا، هو هيعمل كانود والحقيقه كاسود. طب استنى، اذا تلامس الحديد مع النحاس، لا اللي مذاكر الحديد اكثر نشاطا من النحاس، تتكون خليه جلفانيه موضعيه يكون فيها الحديد هو الاكثر نشاطا، فالمره دي هيتاكل ايه؟ الحديد. يبقى اوعى تقول ان في حد معين هو اللي هيتاكل، ده بيتوقف على انت متلامس مع مين. القاعده ان الفلز الاكثر نشاطا هو اللي هيكون الانود، وانت الاقل نشاطا هتكون الكاسود، فيتاكل الفلز الاكثر نشاط. خد بالك اهو، لو توصل النحاس مع الذهب والنحاس اكثر نشاطا من الذهب، ايه اللي هيحصل عندك؟ قال لك والله اهو، او النحاس زي ما احنا قلنا مع الفضه اهو برضه، فمين اللي هيبدا في التاكل؟ النحاس اكثر نشاط، فيتاكل النحاس. يبقى قاعده التاكل تاني يا جماعه، قاعده التاكل يبقى هنا، اذا تلامس عنصران فلزيان مختلفان في النشاط في وجود ماده الكترولايتيه، تتكون خليه جلفانيه موضعيه يكون فيها الاكثر نشاطا هو الانود، والاقل نشاطا هو الكاسود، فيتاكل الفلز الايه يا جماعه؟ الاكثر نشاطا. وادي امثله، يبقى اذا تلامس دول المغنيسيوم انشط من الحديد يبقى هو اللي اتاكل. طب برضو تاني اللي مذاكر، طب لو خرسين مع حديد، والله يا مستر الخرسين مع الحديد، الخرسين يسبق الحديد في المتسلسله، وبالتالي الباشا ده هيعمل كانود
والحديد هنا في الحالة دي هيعمل كتاسد، فمين يتآكل؟ فيتآكل الخرسين. وبكده يبقى انت فهمت قاعدة التآكل اذا تلامس اي فلزين في وجود ايه؟ الكترولايت. طب تعالى بقى معايا بعد كده نخش على انهي جزئية، هنشرح بقى بالتفصيل يا جماعة في حصة النهاردة كمان حاجة اسمها ميكانيكية، ودي اهم واحدة، ميكانيكية تآكل الحديد. ازاي الحديد يا جماعة بيتآكل واحدة واحدة مع المعادلات؟ والكلام ده لازم تفهمه كويس لان عليه اسئلة كتير، وانا هشرح الجزء ده بس النهاردة واكمل لك التآكل كمان في الجزء التاني عشان ما يبقاش اي حاجة كتير عليك. جزء جزء اهو بنصغر لك الفيديوهات عشان تشوفها كويس. طب كيف يتآكل الحديد يا جماعة؟ ايه هي ميكانيكية التآكل؟ اسمع يا ابني، اول حاجة يا جماعة انتوا عارفين، يقولك في البداية من المعروف ان الحديد لا يستخدم نقيا، والكلام ده المفترض انت عارفه من الباب الاول. ليه؟ قلنا في الباب الاول لان الحديد النقي لين، سهل التشكيل، قابل للطرق والسحب، بدرجة انصهار 1538 مهاش مرتفعة، ولذلك قلنا لو انت مذاكر الباب الاول يستخدم الحديد في صورة سبائك، كان اهمها حاجة اسمها الحديد الصلب، اللي لو انت مذاكر كويس الحديد الصلب دي يا شباب، حديد الصلب ده كان عبارة عن حديد مع كربون. يبقى انت فاهم كويس ان الحديد كله اللي احنا مستخدمينه ده يا جماعة ما هوش حديد نقي، وانما حديد صلب بيكون حديد غالبا معاه شوائب من الكربون. اسمع بقى، يقولك وعند حدوث شق في قطعة الحديد. طب ليه لازم تبدأ في البداية وتقول عند حدوث شق؟ هفهمك. لو قطعة الحديد حبيب قلبي معاك سليمة، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش اي كسر او شرخ، في الحالة دي هو الحديد لمس الكربون وهما مختلفين في النشاط، بس استنى كده مفيش الكترولايت عارف يخش. واحد يقول لي معلش يا مستر هو مين اصلا الالكترولايت؟ هقول الالكترولايت الرطوبه اللي هو بخار الماء الموجود في الهواء. الحاله دي بخار الماء موجود في الهواء بس مش عارف يخش بين الحديد والكربون، ولذلك احنا قلنا طب اذا تلامس الاثنين ومفيش الكترولايت ولا حاجه هتحصل، ولذلك بدايه كلامنا بنقول وعند حدوث شرخ او شق في قطعه حديد. ايه اللي يحصل بقى لو الباشا مركز؟ حديد مع كربون، ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا وعند حدوث شق في قطعة حديد تتكون، اللي مركز معايا، تتكون خلية جلفانية موضعية. اسمع، يكون فيها مين هو الانود؟ اللي مركز، يكون فيها الحديد، الفلز الاكثر نشاطا، يكون فيها الحديد، ها هو الانود. يبقى الحديد هنا جماعة في عملية الصدأ هو اللي هيعمل كانود، بينما شوائب الكربون يا شباب، اللي مركز معايا، شوائب الكربون هي اللي هتعمل كايه يا جماعه؟ تكون هي الكاسود، تكون بين قوسين كاسود، فتحدث العمليات الاتيه. تعال بقى نشرح واحده واحده من غير اسلوب الحفظ ده اللي هيقعد يحفظ لي المعادلات اللي في الكتاب او المذكره، لا افهم واحده واحده. نبدا يلا يا جماعه، كده انت شرحت ايه اللي هيبدا عندك. واحد، الانود هو الحديد، اول حاجه تتاكسد ذرات الحديد متحولة، يلا نظر اهو بالمعادلات، متحولة الى ايونات حديد موجب 2. دي اول خطوة بتحصل عندنا يا جماعة في عملية تآكل الحديد، ان ذرات الحديد دي اول ما يخش الماء اللي بخار الماء اللي هو الالكترولايت بين الحديد والكربون اتكونت خلية جلفانية موضعية، الحديد فيها انود يعني هيحصل له اكسدة، فتتأكسد ذرات الحديد متحولة الى ايونات حديد تبعا للمعادلة اللي قدامنا. يبقى اف اي، طبعا اف اي ده بيكون سوليد زيرو، ذرات الحديد يحصل لها اوكسيديشن فتتحول الى اف اي بوزيتيف 2، ايونات الحديد موجب 2 زائد 2 الكترون. طبعا انا مش هحفظك الكلام، مش هكتب المعادله زي ما مكتوبه في الكتاب، هرجع لها تاني دي دلوقتي. يبقى اول حاجه تاكسدت ذرات الحديد متحوله الى ايونات الحديد موجب 2 وخرج 2 الكترون. اسمعوا بقى الحته النظر دي عشان مهمه قوي، ايونات الحديد موجب 2 دي اللي هتنزل هي كمان في الالكترولايت فتزود عدد الايونات فيه، حلو. وهنا بيقول لك في التفاعل ده، اسمع الجمله دي، حيث تعمل قطعه الحديد هنا حاجتين، اسمع وهفهمهم لك ببساطه. حيث تعمل قطعه الحديد في عمليه الصدأ، واحد كانود لان هي اللي بيحصل لها اكسده، اسمع بقى الجمله دي، كما تعمل قطعه الحديد كجزء من الدائره الخارجيه، بتعمل عمل السلك اللي كان في خليه دانيال، ازاي؟ حيث تسمح بمرور الالكترونات، لان انت عارف ان الحديد عنصر فلزي بيسمح بمرور الالكترونات فيه. يبقى استنى، في عمليه الصدأ قطعه الحديد، خد بالك دي عليها سؤال اختياري، تعمل عملين، اولا تعمل كانود لان بيحصل لها عمليه اكسده، وتعمل كجسم الدائره الخارجي حيث تسمح بمرور الالكترونات خلالها، حلو قوي. اسمع بقى رقم 2 واوعى يوقعك، بص بقى، يختزل، طبعا في واحد انا مستنيني اقول ايه؟ يختزل الكربون، ما هو الكاسود، اسمع بقى، يختزل اكسجين الهواء
واللي مذاكر خلية الوقود هيبقى فاهم دي كويس. يختزل أكسجين الهواء في وجود الرطوبة عند الكسد معطيا، اللي مذاكر معطيا أيونات او اتش سالبة. الحتة دي بقى مهمة قوي. ايه هي؟ واحد يقول ايه ده مستر، هو مش الكسد هو الكربون هو اللي يحصل له اختزال؟ غلط يا بابا، مش هو اللي يحصل له اختزال، هيحصل عنده اختزال. اختزال لمين؟ الهواء حواليك في حاجتين، في بخار ميه اللي هي رطوبه، ولذلك شرط من حدوث الصدأ ان لازم رطوبه واكسجين. هنا بقى الاكسجين هيبدا يحصل له اختزال عند الكربون في وجود الرطوبه. اللي قاعد مركز قال لي مش ده نفس تفاعل الاختزال اللي كان في خليه الوقود؟ قلت له برافو. ولذلك يجي سؤال يقول لك اختر الاجابه الصحيحه، تتشابه عمليه صدأ الحديد مع عمليه او مع خليه الوقود في تفاعل نقط، في تفاعل الاختزال. فالاختزال في خليه الوقود كان بيحصل للاكسجين برضو عند الوعاء المجوف المبطن من الكربون مسامي، وهنا بيحصل الاختزال للاكسجين في وجود الرطوبه برضو عند شوائب الكربون. يبقى هنا استنى بقى عشان الحته الجايه دي مهمه قوي. المعادله بقى ادي اوتو جاز، نبهنا من خليه الوقود ان هو لا يختزل تلقائيا، لازم الكلام ده يتم في وجود الميه. يا اللي ذاكر الكلام ده المعادله دي خلاص بالنسبه له هبله قوي. بس ثواني بقى يا مستر، الباشا ده عشان يختزل محتاج 4 الكترونات، فهنا وقفت. انت فاكر ان انا بعدل حد كلمه؟ قلت له ليه 4 الكترونات؟ قال لي بالراحه يا مستر، دول O2، الاول واحده بتحتاج 2 الكترون، احنا عارفين الاو ثنائي بيعمل اكتساب الكترونين، طب دول O2 يبقى محتاجين 4 الكترونات. قلت له طب ايه المشكله؟ قال لي اللي جاي من عند الانود مش 4، اللي جاي من عند الانود 2 الكترون بس. قلت له برافو عليك. ولذلك رجعنا ضربنا المعادله دي في كام بقى؟ 2. هتلاقيها في المذكره مكتوبه على طول بوزنها. يبقى انا ليه ضربت المعادله دي في 2؟ عشان يبقى الالكترونات بره 2، يبقى 2 اف اي اتاكسدوا، خرجوا 2 اف اي بوزيتيف 2، ودول خرجوا كام الكترون بقى يا شباب؟ ودول خرجوا هنا عندنا جماعه 4 الكترونات. يبقى هنا عندك الجزء ده كده هيبقى 4 الكترونات مش 2 الكترون، خلاص زي ما احنا نبهنا. ليه؟ عشان يبقى عدد الالكترونات المفقوده بيساوي عدد الالكترونات المكتسبه. اللي مذاكر بقى المعادله دي شرحناها ازاي في خليه الوقود المحترم، يبقى 2 اف اي خرج 2 اف اي بوزيتيف 2 زائد 4 الكترونات. ال4 الكترونات يا مستر راحوا للاكسجين، اختزلوه فحولوه لحاجه اسمها ايونات الاكسيد، وشرحتها قبل كده في خليه الوقود. الاثنين مول ميه دول اللي هم اصلا عباره عن 2 H موجب و2 OH سالب. هتفرق معانا دي؟ هتفرق معاك قوي في الفهم. الاكسجين اخذ ال4 الكترونات بقى 2 O سالب، الاو سالب بينجذب للاتش موجب، 2 O مع 2 H يدينا 2 OH، 2 OH والميه اصلا معاها 2 OH، يبقى الاجمالي يخرج بره لو فاكرين كنت بشرحها كده 4 OH، 4 ايونات هيدروكسيد. يبقى الخطوه رقم 2 بالتفصيل اللي شرحتها، يختزل الاكسجين عند الكسد في وجود الرطوبه معطيا ايونات الهيدروكسيد، والمعادله دي شرحناها قبل كده في خليه الوقود. اسمح لي بقى ان انا امسح، خلاص انا فهمتك ايه اللي حصل، بس كده دي ملهاش لازمه بالنسبه لي. يبقى دي هنا اكسجين غاز يختزل في وجود الرطوبه معطيا ايونات الهيدروكسيد السالبه. كده شرحنا الخطوه رقم 2. رقم 3، عمليه الاكسده خرجت ايونات موجبه والاختزال خرج ايونات سالبه. طبيعي جدا ان ايونات الاف اي الموجبه تنجذب للاو اتش السالبه. يبقى الخطوه رقم 3، تتحد ايونات اف اي الموجبه موجب 2 مع ايونات مين يا محترم؟ او اتش السالبه. طب اف اي موجب لما يتحد مع الاو اتش سالب مكونا هيدروكسيد حديد كام؟ بالعقل كده سهله يا مستر، مكونا هيدروكسيد حديد 2. جميل قوي لحد كده. طب تعرف تجمع؟ قال لا اعرف اجمع. ادي ايونات الحديد موجب 2، 2 اف اي بوزيتيف 2 اكوس زائد 4 او اتش سالب اللي جم نتيجه عمليه الاختزال بتاع الاكسجين عند الكسد. اجمع هيطلع الاجمالي 2 اف اي او اتش باي 2، هيطلع 2 مول من هيدروكسيد حديد 2. اهو كلنا عارفين اللي هو ابيض مخضر في البدايه، الرسم ده اخدناه قبل كده. صعب لحد كده؟ قال لي لا مش صعب فعلا. يبقى ايونات حديد الناشئه عن الاكسده اتحدت مع ايونات الهيدروكسيد الناشئه عن الاختزال كونت هيدروكسيد حديد 2. يلا بقى يا جماعه اخر خطوه في عمليه التاكل، ونبقى خلصنا ميكانيكيه التاكل. مش سيادتك واخد معايا من اول السنه ان اي مركب من مركبات حديد 2 اذا تعرض للهواء فانه سرعان ما يتاكسد متحولا لحديد 3، لان حديد 3 اكثر استقرارا. اللي كان بيوزع حديد 2 كان بيلاقي دي فيه 6 الكترونات، فيميل الحديد لفقد الكترون اخر للوصول لحاله الاستقرار، ودي العمليه رقم 4. يتاكسد اهي اخر خطوه بقى،
يتأكسد هيدروكسيد حديد 2 بفعل مين تاني يا محترم؟ ما خلاص بقى يا جماعة، بفعل الماء والرطوبة مرة أخرى، بفعل الماء والرطوبة معطيا إيه بقى يا جماعة؟ هيدروكسيد حديد 2 لما يتأكسد بفعل الماء والرطوبة مكونا أهي هيدروكسيد حديد 3. طب المعادلة الأخيرة دي بقى هشرحها بطريقتين عشان ما فيش حد يزعل مننا. يبقى بص كده حاج اهي، خد بالك بقى المعادلة الأخيرة، انت كان معاك هيدروكسيد حديد 2 اللي هم اخر حاجة طلعوا في المعادلة اللي هم مين؟ 2FeOH/2. بص يا جماعة هشرحها لكم رياضة وهشرحها لكم كيمياء عشان بس ما حدش يقول لك المستر ايه كروتها. ده لما هيجي يتأكسد، مش انت عايز بالراحة كده، مش انت عايز تحوله، اشرحها رياضة الأول، مش انت عايز تحوله من FeOH/2 إلى FeOH/3؟ قال لي اه. قلت له بص يا ابني، يبقى انت محتاج ايه؟ اي حد بيفهم رياضة قال لي محتاجين واحدة OH زيادة على الاثنين OH دول يبقوا 3. قلت له حلو، بس انت هنا ما عندكش ده الجزيء الواحد، محتاج واحدة OH عشان يبقى هيدروكسيد حديد 3. طب انت معاك كام جزيء منه؟ قال لي 2. قلت له بس يبقى 2 من ده ياخدوا 2 OH يتحولوا الاثنين من هيدروكسيد حديد 3. قال لي صح كده. قلت له الاثنين OH دول اللي هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزيء واحد مية ونص O2. تحب احسبها لك رياضة؟ قال لي ازاي يا مستر؟ قلت له بص، جزيء المية الواحد اللي هو HOH ونص O2 اللي هي واحدة O، الO دي هتروح مع الH تبقى OH، وادي OH يبقى 2. يبقى انت عشان تجيب 2 ايونات هيدروكسيد محتاج مول واحد من المية ومحتاج نص مول من الاكسجين. تحب اشرحها لك بطريقه تانية؟ واحد قال لي يا ريت طريقه تانية. قلت له نرجع ورا. لما رجعنا ورا يا استاذ محترم، عشان تطلع الحديد لهيدروكسيد حديد 2 كنت محتاج 2 مول ميه، بص اهو 2 مول ميه وواحد مول اكسجين. يبقى انت عشان ترفعه او اتش واحده محتاج نص الكميه دي اللي هي واحده ميه بس ونص او 2. ما هو هنا رفعت ركبت معاه 2 او اتش. طب لما تحب توصل له واحده او اتش كمان لكل جزيء، يبقى جزيء ميه نص الكميه دي من الميه ونص الكميه دي من الاكسجين اللي هم H2O زائد نص او 2. وبالتالي فعلا هيدروكسيد حديد 2 في وجود الرطوبه والاكسجين يتاكسد متحولا الى 2FeOH/3. اهي ده كده اهو اخر حاجه اتكونت. ده بقى يا جماعه اخر حاجه في صدأ الحديد، هيدروكسيد حديد 3. اسمع بقى اهم حاجه في الطبقه دي، ده صدأ الحديد ماله؟ هيدروكسيد حديد 3 دي اتكونت طبقه هشه مساميه من اكسيد مائي تؤدي الى تآكل الحديد. انتبهوا للحته دي لان هشرح عليها كذا سؤال علل. الطبقه دي يا جماعه بتكون طبقه مالها؟ هشه، لو عملتها كده بايديك هتتشال. مساميه تسمح بدخول الهواء، يبقى الطبقه لو اتكونت، لو كانت طبقه هشه ومساميه من اكسيد ايه؟ مائي. واحد قال لي مستر يعني مش فاهم يعني ايه اكسيد مائي. ولد اكسيد مائي يعني اكسيد الفلز دايب في الميه، اكسيد فلز لما يدوب في الميه يديك هيدروكسيد فلز. فعلا اهي ده عباره عن اكسيد حديد 3 دايب في ميه يديك هيدروكسيد حديد 3. يبقى ايه صفات الطبقه يا جماعه في الفلز اللي بيتاكل بسهوله؟ انها تكون طبقه هشه عشان تتشال بسهوله، مساميه يخش فيها الهواء عشان يأكسد بسهوله، ها مالها؟ من اكسيد مائي. كل الكلام ده معناه ان الطبقه سهله التاكل فيتاكل الحديد بسهوله. اسمع بقى، بينما اذا كانت الطبقه صلبه وغير مساميه فان ذلك لا يؤدي الى التاكل، بالعكس ده يحمي الفلز من التاكل. ولذلك ارجع افكرك اجيب لك العكس بقى، علل صعوبه اللي مذاكر صعوبه تاكل الالومنيوم والكروم رغم انهما اللي مذاكر فلزات نشطه. ليه الاثنين دول يا جماعه صعب يتاكلوا بالرغم ان هما الاثنين فلزات نشطه؟ اللي مذاكر حيث يتكون فوق سطح كل منهما، اخدناها في الباب الاول قبل كده، فوق سطح كل منهما طبقه، اسمع دي، واقيه، واقيه يعني حاميه من الاكسيد. كان مالها بقى الصفه؟ غير مساميه. ده بقى اكسيد لا مائي مش مائي. الطبقه اللي تتكون دي بتكون غير مساميه. طب كانت بتعمل ايه يا محترم يا اللي مذاكر؟ تمنع تاكل كل منهما، تمنع تاكل الفلز. يبقى الطبقه اللي اتكونت فوق الفلز لو كانت طبقه صلبه غير مساميه الفلز ده هيبقى كده يا جماعه مش هيتاكل،
زي الكروم والألمونيوم، وعشان كده أواني الطهي بتصنع من الألمونيوم. بينما لو الطبقة كانت طبقة هشة مسامية من أكسيد مائي زي الحديد، لا حد يعرف في الحالة دي إن للأسف الحديد بيتاكل بسهولة، وعشان كده الحديد فعلا بيبدأ يتآكل. اسمع بقى اللي جاية كمان، علل عملية التآكل عملية بطيئة. عملية تآكل الحديد يا جماعة لما بتتم في الهواء بتكون عملية التآكل بطيئة. ليه يا محترم اللي مذاكر؟ لأن الماء إلكترولايت ضعيف، يحتوي اللي مذاكر الباب الثالث على كمية محدودة من الأيونات. أفهمكم بالراحة يا جماعة، عملية الصدأ لما بتتم في الهواء ليه بتكون عملية بطيئة؟ لأن بخار الماء الموجود في الهواء ده أو الماء هو في أيونات بس قليلة قوي، وبالتالي هو بيوصل بين الأنود والكاثود يكون التوصيل بسيط قوي، وعشان كده عملية الصدأ بتاخد شهور. هنا رد عليها واحد قال لي ثواني، ده معناها ان لو الوسط اللي بيحصل فيه التآكل يحتوي على وفرة بالأيونات هيكون التآكل أسرع؟ قلت له آه، ولذلك يقول لك علل يتم التآكل بشكل سريع في الوسط المائي مثل مياه البحار. يعني سؤال يا جماعة، أجسام السفن في مياه البحار ليه بتكون أكثر عرضة للتآكل من أن الحديد يكون في الهواء؟ لا، الحديد لو معرض للهواء ده بخار ماء فيه كمية محدودة من الأيونات. أما لو سيادتك بتتكلم عن مياه البحر، لا بقى، يبقى هنا لاحتواء مياه البحر اللي هو الوسط المائي على وفرة من الأيونات، ده إلكترولايت قوي صح؟ مما يزيد من سرعة التآكل. ويبقى كده يا جماعة عرفنا ميكانيكية التآكل، وعرفنا التآكل ليه لو بيتم في الهواء بيكون بطيء، وإنه لو تم في وسط مائي أو في أي وسط بيحتوي على وفرة من الأيونات هيكون التآكل سريع. تفهمت دي؟ يبقى أي إلكترولايت قوي يخش في عملية الصدأ يخليها تحصل بسرعة، أما لو إلكترولايت ضعيف زي بخار الماء الموجود في الهواء هيخلي عملية التآكل بطيئة. طب في بقى المعادلة النهائية يا جماعة لتفاعل التآكل. المعادلة النهائية اللي هي إيه؟ هنجمع المعادلة الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة اللي هنا. لما تجمع كل دول هيطلع في النهاية عندك ايه بقى يا جماعة؟ انت بدأت بـ 2FE، لو اخدت بالك معايا solid اهو، ده الحديد نفسه. اجمع لك بقى، كان معاك هنا ايه لو مركز معايا؟ ادي الحديد، بص معاك هنا 2 مية، واستخدمت في المعادلة التالتة واحدة مية، يبقى الاجمالي 3، يبقى زائد 3 H2O لو اخدتوا بالك، ليكويد اهو، زائد تعالى نجمع الاكسجين اللي كان موجود. انت استخدمت في المعادله الاولى O2 اهي في المعادله دي، وفي المعادله اللي بعد كده نص O2، O2 نص O2 يعني 1.5. تتكتب ازاي؟ تتكتب 3 على 2 O2 جاز. يطلع مين في النهايه؟ يبقى الحديد بيتعرض ل 3 مول من الميه في وجود 3 O اللي هم 3 على 2 O2، يطلع معاك 2FeOH/3. بنبه للمره الاخيره، هو ده صدأ الحديد، هيدروكسيد حديد 3، طبقة هشة مسامية من أكسيد مائي، هو ده السبب في تآكل الحديد. وبكده يا جماعة يبقى عرفنا إيه هو التآكل، بيحصل إزاي، وميكانيكية تآكل الحديد. الحصة الجاية إن شاء الله يا جماعة هنكمل مع بعض إيه هي بقى العوامل اللي بتؤدي للتآكل، وكيفية حماية الفلزات أو الحديد من التآكل. يا رب يا جماعة يكون الجزء ده سهل عليكم، وإن شاء الله يا جماعة ما يبقاش فيه أي صعوبة. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.